السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالنا. هذا الفيديو ان شاء الله اللي غادي يكون الموضوع ديالو الكاميرات المستعمله، يعني بمعنى اخر كيفاش اننا نديتيكتيو المشاكل والعيوب ديال الكاميرا اللي قبل ما نشريوها، لان بزاف ديال الناس كيشريو كاميرات مستعمله ولكن من بعد مده قصيره ديال الاستعمال كيتصادفوا مع بعض العيوب بعض المشاكل اللي كتاثر على الجوده ديال الصوره والجوده ديال الفيديو. خليكم معنا بعد المقدمه، وإلى أول مرة كتشوفوا هذه القناة هذا ما تنساو تشتركوا معنا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا. أول شيء قبل ما نشريو الكاميرا خصنا نعرفوا الشخص اللي غادي نشريو من عندو الكاميرا. إذا كان شخص خصنا نعرفوا هذا الشخص مزيان، واش هذا الشخص ثقة ولا لا. ولكن من الأفضل أننا نشريو كاميرا من عند الشركة، لأن كاين شركات مختصين في هذا المجال هذا كيشريو كاميرا من عند الشخص كيقلبوها مزيان كيديتيكتيو العيوب ديالها ومن بعد كيعاودو فيها البيع للزبون. لذلك إذا شرينا عند الشركة حتى هي خصنا أننا نبحثو على هذه الشركة واش عندها سمعة مزيانة، نبحثو في إذا عندها السيت ديالها، نبحثو على لاباج ديال فيسبوك ونشوفو لي كومونتير الناس شنو كيقولو على هاد الشركة هادي، واش الشركة كارونتي، واش الشركة فيها مشاكل إلى آخره. ثاني حاجة بعد ما اخترنا الزبون دابا غادي نشوفو الشاطر ديال الكاميرا، لأن الشاطر ديال الكاميرا عندو عمر افتراضي ما كيتجاوز 100,000 صورة 300,000 صورة على حسب الكاميرا، واش الكاميرا رخيصة ولا غالية. لان الكاميرا الرخيصه كتراوح العمر ديال الشوطر ديال العمر الافتراضي من 50,000 حتى 100,000 صوره، والكاميرا الغاليه 300,000 200,000 الى اخره. الوغ باش نعرفوا شحال صوره بقات، لان كل اعتقاد كتعتبر صوره والصوره كتنقص من الشاطر. اللي باش نعرفوا شحال صوره بقات في هذا الشاطر هذا غنخلي لكم السيت في الوصف، ما عليكم غير تصوروا الصوره بالكاميرا وتدخلوها في السيت، والسيت غادي يعطيكم شحال من صورة بقات لكم في هذا الشاطر. ولكن الشاطر ماشي مشكل لأنه كيتبدل، يمكننا نبدلو الكاميرا تصبح جديدة ونربحو كاميرا مستعملة جديدة. إذا كان المشكل في الشاطر راه ماشي مشكل، لأنه كيتغير كيولي جديد وكتصبح الكاميرا جديدة. بعض الناس كيعتقدوا بأن إلا مشى الشاطر للكاميرا راه مشات الكاميرا، لا بالعكس، الشاطر ماشي مشكل كما قلت من الأول، إلا بقات غير في الشاطر راه الكاميرا مازالة مزيانه وغادي تطول معاك، لان الشاطر كيما قلت راه كيتبدل، تقدر تشري جديد ويضرب معاك مده وانت ربحتي كاميرا جديده. والحاجه اللي خصكم تركزوا عليها دابا، كما كتعرفوا الكاميرا كتكون ثلاثه ديال الاجزاء، الجزء الاول اللي هو البادي ولا الجسم ديال الكاميرا كما كتشوفوا، والجزء الثاني هو لوبجيكتيف، والجزء الثالث هو الفلاش، عندكم الفلاش ديال الكاميرا. الوغ هاد الاجزاء هادو خصكم تفحصوهم جيدا. نبداو اولا بالبادي ديال الكاميرا اللي هو هذا، من بعد غادي نشوفو البراغي واش فايت لها محلوله، واش فايت لها مش عند الصيانه ولا لا. غادي نشوفو هاد البراغي هادي، هاد ليفيس كما كتشوفو. هاد البادي هذا انا اختاريت هاد الكاميرا القديمه هادي باش نوريكم شنو هما العيوب ديال الكاميرا. بحال بالنسبه لهاد الكاميرا هادي ديجا مفتوحه هنا كما كتشوف، ما كاين واحد ليفيس. وبالنسبه لليفيس الاخرين، بالنسبه للبراغي الاخرين ما كاينينش تحت المطاط بحال هادو، دونك هادي فايت لها محلوله وفايت لها مشات للصيانه. لذلك الا كان كاميرا مشات للصيانه ولا فايت لها مفتوحه، هاد الكاميرا ما خصنا نشريوها لانها فيها اعطاب داخليه. نشوفوا ايضا الشاشه واش فيها بيكسلات ميته، باش نعرفوا واش فيها بيكسلات ميته ولا ما فيها. خصنا نلتقطوا بعض الصور، صوره سوداء وصوره بيضاء. اذا كانت صوره بيضاء كومبليتمون بيضاء ما فيها حتى نقاط ولا شي حاجه، هنايا كنعرفوا بان الكاميرا بان الشاشه ما فيهاش بيكسلات ميته. ولا خدينا صوره سوداء ولقينا بان ما فيهاش نقاط بحال نقاط اورانج بحال هكا، كنعرفوا بان الكاميرا ما فيهاش ايضا بيكسلات ميته. ولا لقينا فيها نقاط، هنايا الكاميرا خصنا نبعدو عليها لان فيها بيكسلات ميته. ولا بغيتو تعرفوا شنو هما البيكسلات ميته خليو ليها في كومونتير، نهضر عليها في فيديو اخر ان شاء الله. خصنا ايضا نركزوا على هذه الكاميرا، نركزوا عليها لداخل هنايا، نشوفوا السنسر ما فيهش مشاكل، واش نقي. خصنا نخرجوا الشمس لان خصنا نشرو الكاميرا في النهار، و الا ما شرناش في النهار بحال شرنا في الليل ولا شي حاجه
عندنا فلاش ديال التليفون ولا مكبر، مكبر ديال الصوره، ونشوفوا مزيان واش السنسور ما فيه مشكل. نشوفوا هاد الاسنان هادو ها هما واش تما كلهم كاملين ولا ما فيهم حتى مشكل، ونشوفوا هنا هادي الماء اذا كاين الماء الكاميرا راه مزيانه مزيانه الى اخره. دابا نمشيو للعدسه، العدسه والوبجيكتيف حتى هي نفس الشيء، حتى هي نفس الشيء. خصنا نشوفوا هذا واش خدام، واش كاين الماء ولا لا. الى عندنا مكبر، ما عندناش مكبر نديرو فوالا، هذه راه كافيه الطريقه. هو كيخرج وكيدخل، خصنا نخرجو مزيان باش نشوفوه واش ما فيه خدوش، ما فيه حتى شي حاجه. بالنسبه لهذا الاوبجيكتيف، هذا الاوبجيكتيف خدام مزيان، ما فيه حتى شي مشكل، ولكن البادي ديال الكاميرا فيها مشاكل. لذلك انا اخترت هذيك البادي ديال الكاميرا باش نهضر عليها، لان ديجا مفتوحه وديجا في الصيانه وقديمه بزاف، هذاك الشيء علاش هضرت عليها. ونشوفوا ايضا هنايا واش فيه مشاكل ولا ما فيه خدوش. الخدوش هما اللي مهمين، لان الخدوش كيأثروا على الصوره، كيأثروا على الجوده ديال الصوره. بعد ما كملنا دابا هاد لي زاكسيسوار، نشوفوا الفلاش. الفلاش حتى هو ها كما كتشوفوا، الا كان معاه فلاش، لان الفلاش غالبا ما كيكونش، ولكن الا كان من الاحسن تقلبوا على فلاش باش تجربوا واش الكاميرا خدام فيها الفلاش مزيان ولا ما خدامش فيها. ضروري ملي نشريو الكاميرا خصنا ناخذ بها صور، مجموعه ديال الصور، ماشي صوره واحده ولا جوج صور، ناخذ فيها بزاف ديال الصور ونقارن بين الصوره الاولى والصوره الثانيه والصوره الثالثه واش كان الاختلاف بيناتهم. اذا كان الاختلاف بيناتهم الكاميرا، اذا كان باغ اكزومبل الجوده كانت نقص من الصوره الاولى للصوره الثانيه للصوره الثالثه، الكاميرا غير صالحه الشيء نشريو ايضا بادو، نصوروا بها ايضا فيديو ونقارنوا مع فيديوهات اللي مصورين بهاد الكاميرا. نمشيو لليوتيوب ونكتبوا فيديو مصور بكاميرا كذا وكذا، ونقارنوا مع الفيديو اللي صور اللي صورنا حنا. اذا كان الاختلاف في الجوده ديال الفيديو، دونك الكاميرا ايضا غير صالحه للشراء. وما نساو ايضا نشوفوا الفوكس ولا نشوفوا التركيز ديال الكاميرا، واش كتركز عن بعد ولا كتركز عن قرب، وخصنا نجربوا المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه باش نشوفوا واش كان شي اختلاف بين هاد لي زيتاب هادو، باش المرحله الاولى واش كان شي اختلاف بينها وبين المرحله الثانيه الى اخره. خصنا ايضا نجربوا كل الاعدادات ا في بي ام الى اخره، كلهم الاعدادات خصنا نجربوهم باش نشوفوا واش الاعدادات من هاد الاعدادات ما خدام، لان الاعدادات والفوكس كيعطيو جوده عاليه للصور والفيديو. الاعدادات بالنسبه للاعدادات وبالنسبه لل ام ا في باردون ام بي الى اخره، هادو كيقدروا يكونوا بانهم اعدادات اللي يمكن يستعملهم واحد الشخص اللي هو بروفيسيونيل. حنا الناس اللي مبتدئين في التصوير، لكن هذا ما كيمنع باش اننا نقلبوا هاد الاعدادات الاخرين، لانهم من بعد غادي نولوا بروفيسيونيل نحتاجوا الاعدادات الاخرين. لذلك خصنا نقلبوهم كلهم باش ناخذوا كاميرا اللي هي فيها مجموعه ديال المشاكل، مجموعه ديال لي ديفو الى اخره. في الاخير الكاميرا المستعمله نقدروا نقولوا بانها مزيانه بزاف، علاش؟ لانها تلقى رخيصه وتلقى فيها مجموعه ديال المميزات. ولكن الكاميرا اللي غادي نشريو خصنا نركزوا على الكاميرا اللي غادي نشريو، لان نقدروا نلقاو فيها مشاكل من بعد، وخصنا نركزوا على الاشياء اللي قلت من قبل. وخص الكاميرا اللي بغينا نشريو خصها ما تفوتش 10 سنين لورا. باغ اكزومبل حنا اليوم في 21، خصنا نشريو كاميرا اللي صدرات في 2011، لان التكنولوجيا غاديه وكتجري. لذلك بزاف ديال الاشياء كيتطوروا من كاميرا لكاميرا، ولكن من هنا لقدام نقدروا نشوفوا الكاميرات اللي فاتت 20 عام، لان التكنولوجيا تطورت بزاف، وهاد الكاميرات اللي غادي نشريو ان شاء الله غادي يعطيونا امكانيات اللي هي خارقه. هنا انتهت الحلقه ديالنا، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه، بارطاجيو، كومونتير، لايك الى اخره، وشكرا الى الفيديو القادم ان شاء الله. وما تنساو الى بغيتو نهضر لكم على البيكسل الميتا وعلى مجموعه ديال الاشياء اللي كتخص الكاميرا، حطوها في الكومونتير وغادي نهضر عليها ان شاء الله بالتفصيل. وشكرا.